السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله دكتوري دكتورتي في الفيديو هذا هناخد بريست إكزامينيشن. عارفين إن البريست إكزامينيشن من النادر جدا إنه نطلب عليك إكزامينر بتاعك يوم الامتحان. لكن مرات أنت في ذاك اليوم حظ جميل جدا ويقول لك الإكزامينر بتاعك ديري بريست إكزامينيشن. قول له حاضر يا إكزامينر. كيف نبي نبدأ في البريست إكزامينيشن؟ أنا قلت القاعدة ومعلش نركز فيها كل فيديو باش ما ننساهاش اللي تتكون أربع نقاط. والتي هي IPPA Inspection, Palpation, Percussion, Ascultation. عندنا هنا في البريست إكزامينيشن حنستخدم زوز من أصل أربعة اللي هو Inspection, Palpation بنشوف وبنمس. لكن الطلب معندي بدي به هنا والسمع معندي بدي نسبر في البريست إكزامينيشن. نبدأ بسم الله. أول حاجة ضروري ما تكون واقف على يمين المريضة وبعد ما قدمت لها نفسك وعطتك الإذن حتى اعطتك الاذن وقول لها معلش بندير الكشف عليك. اعطتك الاذن تجي تكشف ضروري ما تدير جود اكسبوجر وضروري ما تربط المريض كويس. نجي نبدا توا باول نقطه في القاعده تكون اربع نقاط والتي هي انسبكشن. كيف نبدا بالانسبكشن؟ اول حاجه ابدا من الاقرب وبعدين الاصغر. هذه من هنا مشيني باش ما تنساش يوم الامتحان. كيف من الاكبر للاصغر؟ ابدا من بريست وبعدين اريولا بعدين نبرس على القلم. كيف نبدا بالبريست؟ اول حاجه توقف تشوفهم كويس هيك من نفس اللحظه هذه وقول وات بريستس، هل هم نورمال سايز ولا لارج سايز كبار ولا سمول سايز؟ ضروري متعلق على ثاني نقطه ضروري متعلق على السيمتريكال. اول حاجه السايز بحرف الاس، ثاني حاجة سيمتريكال ولا اسيمتريكال، هل هما نفس الحجم الصوص ولا في واحد مختلف عن الحجم الثاني؟ ضروري ما نتعلق على كويس. بعدين نجي نخش الداخل اللي هي شنو؟ الأريولا، المنطقة اللي حول النبل. كيف نعلق على هذا؟ قول هل هما نورمال بيجمنتيشن ولا دارك بيجمنتيشن؟ لكنها تهمل كويس، هذه هي الحاجة الوحيدة اللي نعلق عليها في الأريولا. بعدين جاي نخش الداخل بنعلق على البوت نيبلز. النيبل شو بنعلق عليها؟ بتقول هل هم نفس الشيء نورمال سايز ولا لارج سايز ولا سمول سايز؟ بعد ما قلت على السايز وعلقت على النيبلز شو بتقول؟ ضروري بتشوف كويس البوت نيبلز وبتقول كان في اني ديسشارج. اني ديسشارج كيف؟ مرة تلقى بس ديسشارج، مرة تلقى بلود ديسشارج، مرة تلقى ميلك ديسشارج. لو كان لقيت مثلا في الرايت نيبل قول ذيرز ميلك ديسشارج in the right limit. كان ما فيش قول no discharge. No discharge. باي كويس. هيك انا نكون شيء كملت الانسبكشن. نجي نبدا في البالبيشن. البالبيشن ضروري يكون بريس تقسمه لاربع مربعات والمربع الخامس اللي هي المنطقه اللي تحت الاريولا والنبل. كيف؟ نفس الطريقه هي. نفرض ان هذا اللف بريس وهذا الرايت. قسمنا البريس لاربع والمنطقه الخامسه هي اللي تحت النبل والاريولا. بعد كيف نبدا؟ انا في البالبيشن ضروري نستخدم الدورسال سيرفيس والبالمر سيرفيس. علاش؟ الدورسال سيرفيس اللي هي الجهه هذه نبي نحس بها حاجتين يبدو بحرف التي. نبي نكتشف حاجتين بحرف التي شنو هما؟ الاولى تمبريتشر والثانيه تندرس لو كان عندها اي وجع لما لمسها. اذا هنا تي تي تمبريتشر وتندرس نبي نكتشف. وهنا في البالمر سيرفيس نبي نعرف كان في اني لمبر اني لمبر اني ماسز اي حاجه مركوبه حساسه تحت ايدي بنقولها في البالمر سيرفيس. نجي نبدا اول حاجه لو كان مطلوب عليك يوم الامتحان بالبالبيشن في البريست اكزامينيشن نبدا بالدورسال سيرفيس. كيف نبي نبدا؟ انا بعد ما قسم هنا يعتبروا خمسه مربعات وهنا خمسه جي نبدا بالدورسال. نحط على المربع هذا هو الاول ونفس الوقت نشبح المريض. علاش نبي نشبحها لو انا حطيت؟ انا بالنسبه للدورسال سيرفيس نتاعي باش نعرف لو كان في اني هاتنس، لو كان في حراره زايده بنحسها احساس. وعلاش نشبحها نفس الوقت؟ نشبحها لو كان عندها اني تندرنس، اني تندرنس لو كان في وجع عليها اول ما حطيت نشبحها لما نعرف وجهها تتغير. بعد ما نحط المربع هذا رد بالك تجيب كامل هذه المربعات كلها وبعدين تمشي للبرس، لا مش حتعرف اذا حراره زايده ولا حط المربع هذا ونجي قارن بالمربع اللي قدام هنا. طبعا هذه المربعات حيكونوا مخيلتي مش حتلقاهم مرسومات انت الامتحان.
بعدين نجيب المربع هذا والمربع المقابل، بعدين هذا والمقابل كذلك، بعدين الوسطي وهذا المقابل حتى هو، واخيرا الوسطي اللي فيه منطقه الاريه والنبل وحتى هو المقابل. هيك يكون كملت. مفروض طبعا اكتشفت لو كان في اني تمبرتشر زايده، لو كان في اني تندرس عن طريق ملامح وجهه، كان ما لقيت شيء. قول يا دكتور اون بالبيشن بوت بريستس نو هاتنس نو تندرنس نو هاتنس نو تندرنس. نفرض ان في المربع هذا مثلا لقيت هاتنس لقيت تندرنس، هذا تو نعتبر فيه اني شيء الليفت بريست. قول ان ذا ابر لاترال كوادرنت اوف ذا ليفت بريست ذيرز هاتنس اند تندرنس. كويس جدا. بعدين شو نستخدم انا قلت شنو هذا؟ البالمر سيرفس. البالمر سيرفس اللي بنعرف لو كان في اني ماسز اني ماسز اني لمبر اي طوبه اي كربوبه حسيتها تحتي اللي بنعلق عليها. باي كويس. تو انا قلت لما نبي نعرف تمبرتشر وتندنس كل مربع بتقارن باللي قدامه، كل مربع بتقارن باللي قدامه. لكن لما تبي تعرف اني ماسز في البالمر سيرفس دو على المربعات كلهم في نفس الوقت وفي نفس البريست هيك نفس الطريقة هذه وبحركة دائرية هيك نفسها. بعد ما كملت الخمسة هذه نمشي بعدين للرايت بريست وحتى هي نفس الطريقة بالحركة الدائرية مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. بعد نفرض إني لقيت ماس مثلا بالجهة هذه لقيت ماس، نفرض إني بالجهة هذه لقيت ماس، كيف نبي نعلق عليها؟ أربع حاجات ضروري بتجمع عليها ولو كان لقيت اني ماس. شنو هما الأربع حاجات؟ اس اس أول حاجتين، سايز شير، كونسيستنسي موبيلتي. سايز وشير كونسيستنسي والموبيلتي. كيف السايز؟ السايز الحجم، الحجم بتقدرها من راسك أنت بعد ما مسيتها قولها 2 سنتيمتر ان دايمتر ولا 5 سنتيمتر ان دايمتر. الشيب هل هي بيضاوية ولا كروية؟ قول اوفر ولا راوندد. باي كويس. الكونسيستنسي شو معناها؟ كونسيستنسي الملمس بتاعها، هل هي سوفت رطبة تحت صباعي ولا فيرم يابسة؟ الموبيلتي شو معناها الموبيلتي؟ هل هي تتحرك الماسة يا تحت صباعي ولا ثابتة فيكسد؟ معناها موبايل ولا فيكسد؟ نفرض لقيت ماسة هنا، كيف نبي نعلق عليها؟ بعد ما لقيت ماسة هنا دوم لكم كيف تعرف هل هي موبايل ولا فيكسد. قول يا دكتور قول there is a mass in the upper lateral quadrant of the left breast. نفرض اني لقيتها هنا باهي. قول this mass is 3 centimeters in diameter او النقطة size. اوفر ان شيب نفرض ان هي بيضاوية. فير من كونسيستنسي نفرض ان هي يابسة. كيف تبي تعرفها موبايل ولا فيكسد؟ ضروري ما تحرك حركة زي الموجة هيك بصوابع نفس اللقطة هذه تبي تعرفها تجيك من صبع لصبع الناس ولا لا ثابتة شابتة كويس. نفرض انها تتحرك قول لا this mass is mobile. كانت ثابتة قول this mass is fixed. ورد بالك يوم الامتحان تشد هالناس هيك وتقول لك تشوفها تتحرك ولا لا بالطريقة هذه، لا حتكون فيري بينفول للمريض بتاعك. واحنا اهم حاجه راحت المريض مش نبغى نتعبوها. فلهذا تجيني بدير الحركه التموجيه هذه مش حتكون فيري بينفول لا. فلهذا تبي تعرفها تتحرك تحت صوابعك يجيك من صبع لصبع ولا لا. بقى كويس اذا دوينا على اربع حاجات، سايز والشيب والكونسستنسي والموبيلتي. بقى نفرض قال لك الدكتور ما راح يسالك حتى اول ما يخليكش تنس. يقول لك ما نفرض انك لقيت في ماس في اي مربع من اللي قدامك، يقول لك في منطقه ثانيه ضروري منشوفها هل فيها لمفنود اللاجد ولا لا. قول نبي نكشف على التيلز اوف بريستس. تيلز اوف بريستس وين؟ اللي هم المنطقه هذه، هذا البريست ولا هنا المنطقه هذه توورد اكزيلا من البريست لتوورد اكزيلا هذه اسمها تيل بريستس. تيل اوف بريستس كيف نبي نحركها؟ زي المساج كانك تدير في مساج من هنا وانت ماشي غالي كانك تدير في مساج. كان لمفنود اللاجد قولها the lymph nodes is enlarged. The lymph node is enlarged. كان ما فيش قولها the lymph nodes are normal. The lymph nodes are normal. بعد نفرض انا قال لك
البيشن هي عندها بريست كانسر. بريست كانسر يقول لك في منطقه لنف نود ضروري ما نكشف عليها وين مهمه جدا يعني. قول له ضروري ما نشبح الاكزيلري لنف نود. الاكزيلري لنف نود نشوفهم هل هم انلارجد ولا لا. ضروري ما تطلب من المريض بتاعك تقعمز. وبعد ما قعمزت وخذت اذنها وقلت لها نبي نكشف عليك هنا خذ ايدها اليمين وحطها عليه ايدك اليمين واكشف على لنف نود ترى بعرف كيف. وبعدين مره من الجهه الثانيه نفس الطريقه هذه وخذ ايدها اليسار وهي مقعمزه وحطها فوق ايدك اليسار خليها مستريح ونجي نكشف. كيف نبي نعرف وهي تمر تخيلها انها مقعمزه انها مقعمزه بعرف وهي مقعمزه من الجهه ذيك اللنف نود اللي من هنا جاي من قدام هذه انتيريور واللي التالي البوستيريور واللي لوطا ميديال ضروري ما نس واللي فوق لاتيرال واللي في نص منطقه الاكزيلا بالضبط اللي هي ابيكال لنف نود ضروري ما نمسهم واحده ورا الثانيه هيك بطريقه دائريه بالاخير ابيكال لنف نود كانوا لقيتهم نورمال قول نورمال كان اللارج قول له لنف نود ار اللارج معناش ما يقولكش بحنا الاكزيلا لنف نود في حاله بريست كانسر قول له ان البريست كانسر اول ميتاستس يصير للاكزيلا لنف نود اول انتشار للبريست كانسر يصير كانسر يمشي للاكزيلا لنف نود ولا طريقه اللنف نود كيف تدير لها اكزامينشن موضحها في الجنرال اكزامينشن كويس وبعد ما تميت انت هيك اكزامينشن بتاعك البريست اكزامينشن قول لها بارك الله فيك انك خليتيني ندير كشف عليك وهيك يعني نكون كملت الانسبكشن والبالبيشن اوف بريست اكزامينشن نسال الله سبحانه وتعالى خلينا نفرخني واياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.